قصة نجاح النساء في موريتانيا. ليلى بوعماتو تم اختيارها ضمن الأكثر تأثيرا في إفريقيا في تصنيف لشباب يتولى تسيير مؤسسات صاعدة ورواد أعمال ناجحين وأصحاب مشاريع إبداعية. ليلى نجحت في إعادة مصرف تديره لمكانته كواحد من أقدم وأهم البنوك الموريتانية. ولدت في أسرة تمارس التجارة والأعمال، وكنت محظوظة لأن والدي أطال الله عمره رجل أعمال وله ثقافة واسعة، وعلى خلاف الكثيرين من جيلي فهو رجل لديه طموح كبير لبناته ويؤمن بقدرتهن على الإنتاج والمساهمة في بناء المجتمع. أصول ليلى لإدارة المصرف واختيارها ضمن الشباب الأكثر تأثيرا يتوج مسارا تعليميا ومهنيا شاقا كما تقول، حيث درست بعد حصولها على البكالوريا الفرنسية تسيير الأعمال في لوزان والإسبانية والمالية في برشلونة، وبعد ذلك أمضت سنوات بين البنوك ومكاتب الدراسات مدققة ومحللة في قطاع القروض. تمكين المرأة وإعطائها حقوقها في الدراسة والعمل والولوج إلى المناصب القيادية في كل مجالات الحياة هو الضمان الوحيد للتطور الاقتصادي والاجتماعي لشعوبنا العربية والإسلامية. لافت في قصة ليلى المتمسكة بالعادات والتقاليد الموريتانية رغم ثقافتها العصرية وانفتاحها على التقنيات التكنولوجية الجديدة في مجال الصيرفة هو اختلافها مع غالبية الموريتانيين في اهتمامهم بالسياسة وشغفهم بشبكات التواصل الاجتماعي. خليل الجدود، العربية، نواكشوط.